بقى للعيش بقى اللي هنعمله اللي هو الخبز اللي هنعمله، هيبقى هنا هو عبارة عن دقيق، بحط على الدقيق شوية صغيرين من الملح، وبستعمل خميرة، وبعدين نحط هنا بعد ما بحط الخميرة بستعمل شوية من السمنة، حطها هنا اهو، وبتكون السمنة سايحة لان ديت مفضل انها تكون سايحة علشان ما تغطيش، ما تبقاش زبدة وتغطي على الخميرة، يعني ما تغطيش حبيبات الخميرة. وبعدين بضيف هنا هو الحليب تدريجيا، بيبقى لبن رايب اللي هو اللبن الرايب، نحط اللبن الرايب لغاية لما احس ان العجينة كلها تماسكت. ممكن لو عايزين تستعملوا زبادي ممكن تستعملوا زبادي مع شوية حليب لو حبيتوا. نحط كله هنا اهو، كل ديت بتتماسك مع بعضها. واثناء ما بتتعجن كانت اخت ناديه من هامبورغ من المانيا بتسال ايه هو الباف بيستري في المانيا، اللي هو بلاتر تيب، اللي هو بي ال اي دبل تي اي ار تي اي اي جي، وموجود في المحلات السوبر ماركت، ده اللي قالوا لنا بنفس الاسم، عباره عن عجينه ما معموله زي الباف بيستري اللي حضرتك عارفاها، يا اما بتبقى محطوطه رقات ومحطوطه في قلب علبه ومقفوله بالبلاستيك انت تشوفيه، او قطعه ملفوفه وبعد كده انت بتفرديها لو حبيتي. هنزود هنا شويه من الحليب الرايب لغايه لما بوصل للمرحله انها بتبقى قطعه من العجينه ديت، عجينه اللي هو الخبز الابوري. بعد ما بعجنها مهم جدا ان اسيبها تتخمر، يعني بعد ما اعمل العجينه واتاكد انها كتله واحده متماسكه، بيبقى فكرتها ان انا بجيبها واسيبها تتخمر فبتبقى الضعف تقريبا. بشيلها من هنا واحطها في قلب الصينيه اللي انا هطبخها فيه، احطها هنا ونلفها. لو انا هعملها واحده بس، قطعه واحده بس، احطها هنا وبسيب ديت تتخمر مره كمان. فديت اول مره بسيبها تتخمر، ديت نص دي، يعني دي كانت الضعف احنا قسمناها بالنص وبقى دوت شكلها. في نفس المكان وفي نفس الصينيه بفردها، وممكن دي تقدمها باكتر من طريقه او اطبخها باكتر من طريقه. ممكن بجيب هنا هو بيض، نحط بيض هنا نخفقه مع قطعه او حته من الجبنه، ممكن استعمل جبنه زي الجبنه القريش او جبنه لو عايزين ريكوتا او كاتا تشيز، نخفقها هنا، بحط معاها شويه من البقدونس وبحطها هنا على الخبز. يبقى ديت طريقه نحطها هنا، وممكن نحط ديت هنا نسيبها تستوي، ندخلها الفرن هنا جوه شويه هنا، وبعدين ممكن يكون حجمه اكبر، يعني ممكن اعملها وتكون حجمها اكبر، يعني ديت كده خلاص دي جاهزه انها تدخل، ممكن احطها في الفرن، ولو حبيت ممكن ساعتها احط عليها شويه صغيرين هنا من السمنه، حبه صغيرين من السمنه قبل ما ادخلها الفرن ونحطها تستوي. يبقى عندي احجام مختلفه وتغطيات مختلفه، نحطها بلا ما تستوي هنا ناخد اتصال. واسم الباف بيستري لو الاخت ناديه ما كانتش لحقت تكتبه، ده اسم الباف بيستري بالالماني، ممكن تلاقيه على الهواء محطوط دلوقتي. سيبته يتخمر، بعدها بحطه في قلب قالب، بسيبه يتخمر مره كمان، بفرده. وعندي اختيارين، الاختيار الاول ان انا قلت بجيب شويه هنا من الحليب، حطيت حاجه بسيطه جدا من البيض مع الجبنه، كانت جبنه قريش او جبنه ريكوتا او كاتا تشيز، بقدونس، وممكن احط ملح، حطيتهم عليها كغطا قبل ما ادخلها الفرن. ده اللي احنا عملناه، حطيناه هنا وحطيناهم في الفرن، ممكن يبقى حجمه كبير او حجم صغير حسب احنا عايزين نعمله ازاي. ودلوقتي عليت النار عليه وبسيب دول يستووا. واحده دهنتها بالسمنه، او لو حابب ممكن ادهنها بالسمنه بعد ما اطلعها، يعني دوت بيكون شكل اللي احنا
حطيناه هنا هوت وعليه الجبنه ديت. كان الجبنه كتير اكتر من البيض، لو حبيت ممكن تعملوها العكس، يعني بيكون خميل زي ما احنا شايفينه او سميك بالطريقه ديت، وممكن لو حبيت وممكن تتقدم زي ما هي كده هوت، او على اساس ان يبقى في اختيار عندكم. ده الشكل بتاعه بيبقى من جوه، لكن وهو سخن لسه لو بدهنه بشويه صغيرين هنا من السمنه كمان لو حبيتوا، دوت اختياري، علشان عارف ان انتوا بتقولوا مش صحي، لكن برضو اختياري، ما تقولوش ان انا مش هاكله علشان هو الشيف حط عليه سمنه، انا حطيت على الحته اللي انا هاكلها، فانتوا ممكن تجيبوا اعملوا حته تانية ما تحطوش عليها سمنه، او تاكلوا بيها الجبنه او البيض. في حلقتنا النهارده ان شاء الله لسه هنعمل مع بعض